بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 60. هذه الرسالة من المستمع محمد أحمد حسن من العراق البصرة، يقول: نظرا لعدم معرفتي بأنواع التوحيد وحقيقته، ورغبة مني في التجرد من الشرك، لذا أرجو إجابتي على الأسئلة التالية. أولا، ما هي أنواع التوحيد مع إيضاح كل نوع منها؟ زادك الله رغبة في الخير، والحقيقة أن هذا يدل منك على الاهتمام بعقيدتك، ويجب على كل مسلم أن يهتم بعقيدته، لأنها الأساس الذي ينبني عليه عمله. فالعمل إنما يصح ويثاب عليه بشرطين: الأول أن يكون مبنيا على عقيدة سليمة، والشرط الثاني أن يكون موافقا لما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهتمامك بعقيدتك حرصك على معرفة أنواع التوحيد، هذا يدل على خير، وعلى أنك والحمد لله تريد الحق وتريد العقيدة الصحيحة، وهذا واجب كل مسلم. أما بالنسبة لأنواع التوحيد، التوحيد ثلاثة أنواع: الأول توحيد الربوبية، ومعناه إفراد الله تعالى بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة والضر والنفع وغير ذلك من أفعال الله سبحانه وتعالى، فيعتقد المسلم أنه لا شريك له في ربوبيته. والنوع الثاني توحيد الألوهية، وهو إفراد الله تعالى بأنواع العبادة التي شرعها من الصلاة والصيام والحج والزكاة والدعاء والنذر والنحر والرغبة والرجاء والخوف والخشية إلى آخر أنواع العبادة، فإفراد الله تعالى فيها يسمى بتوحيد الألوهية، وهذا النوع هو المطلوب من الخلق. أما النوع الأول هو توحيد الربوبية، فهذا الخلق مقرون به، حتى المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بتوحيد الربوبية، كما في قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على أن المشركين مقرون بتوحيد الربوبية، ولكن المطلوب منهم هو إفراد الله تعالى بالعبادة. إذا أقروا له بتوحيد الربوبية وجب عليهم أن يقروا له بتوحيد العبادة. والرسل إنما دعوا إلى توحيد العبادة، كما في قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فكل رسول يدعو قومه إلى توحيد العبادة. أما توحيد الربوبية فهذا موجود ومقرون به، ولكنه لا يكفي. والنوع الثالث توحيد الأسماء والصفات، وذلك بأن نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الأسماء والصفات، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم من النقائص والعيوب. هذه أنواع التوحيد الثلاثة التي يجب على كل مسلم معرفتها والاعتناء بها والعمل بها. نعم، هذا سؤاله الثاني: أنواع الشرك القولية والفعلية. السؤال عن الشرك. الشرك هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله سبحانه وتعالى، كالذبح لغير الله والنذر لغير الله ودعاء غير الله والاستغاثة بغير الله، كما يفعل عباد القبور اليوم عند الأضرحة من منادات الأموات، طلب قضاء الحاجات وتفريج الكروبات من الموتى، والطواف بأضرحتهم وذبح القرابين عندها تقربا إليهم، والنذور لهم وما أشبه هذا. هذا هو الشرك الأكبر، لأنه صرف العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، ويقول تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ويقول جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. الآيات في هذا الموضوع كثيرة. والشرك أنواع: النوع الأول شرك أكبر يخرج من الملة، وهو الذي ذكرنا، أن يصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله، كأن يذبح لغير الله أو ينذر لغير الله أو يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله، فهذا شرك أكبر يخرج من الملة، وفاعله خالد مخلد في نار جهنم إذا مات عليه ولم يتوب إلى الله، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وهذا لا يغفره الله عز وجل، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر
أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والنوع الثاني شرك أصغر لا يخرج من الملة لكن خطره عظيم، وهو أيضا لا يغفر إلا بالتوبة لقوله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا يشمل الشرك الأكبر والأصغر، لا يغفر إلا بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى منه. والشرك الأصغر مثل الحلف بغير الله، ومثل قول ما شاء الله وشئت، بأن تعطف مشيئة المخلوق على مشيئة الخالق بالواو، والصواب أن تقول ما شاء الله ثم شئت، أو لولا الله وأنت وما أشبه ذلك من الشرك في الألفاظ. نعم، هذا شرك في الألفاظ ويسمى شركا أصغر. وكذلك الرياء، الرياء أيضا شرك أصغر، وهو شرك خفي لأنه في القلوب من أعمال القلوب، ولا ينطق به، لا يظهر على عمل الجوارح ولا يظهر على اللسان، وإنما هو شيء في القلوب لا يعلمه إلا الله. إذن فالشرك على ثلاثة أنواع: شرك أكبر وشرك أصغر وشرك خفي وهو الرياء. نعم، وما في القلوب من القصود والنيات لغير الله سبحانه وتعالى. الرياء معناه أن يعمل عملا ظاهره أنه لله ولكنه يقصد به غير الله سبحانه وتعالى، يقصد أن يمدحه الناس وأن يثني عليه الناس ويقصد به المحمدة، أو يقصد به طمعا من مطامع الدنيا أو مخافة من الناس، صورته أنه لله لكنه يقصد به طمعا من مطامع الدنيا، كما قال الله سبحانه وتعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها باطل ما كانوا يعملون. نعم، فالذي مثلا يحج أو يطلب العلم أو يعمل أي عمل من الأعمال التي هي من العبادة لكنه يقصد بها طمعا من مطامع الدنيا، هذا يعتبر من الرياء ومن طلب وقصد غير الله سبحانه وتعالى، وهذا محبط للعمل. نعم، الرياء محبط للعمل، وقصد الدنيا بالعمل هذا يحبطه أيضا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال الرياء. وقال عليه الصلاة والسلام: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النملة السوداء على صفات سوداء في ظلمة الليل. وكفارته أن يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. فالواجب على المسلم أن يخلص لله في أفعاله وأقواله ونياته، وأن يخلص لله جميع ما يصدر منه من قول أو عمل أو نية، ليكون عمله صالحا مقبولا عند الله عز وجل. نعم. نعم. السؤال الثالث حول الموضوع يقول: ما هو أو ما هي أفضل الكتب التي تبحث في التوحيد والعقائد الصحيحة؟ الكتب التي تبحث في التوحيد والعقائد الصحيحة كثيرة ولله الحمد وميسورة. أذكر لك على سبيل المثال اقتضاء الصراط المستقيم لشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، هو كتاب مطبوع ومتداول وكثير والحمد لله. نعم. كذلك إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان للإمام العلامة ابن القيم، خصوصا الجزء الثاني منه. نعم. وكذلك كتاب التوحيد وشرحه للشيخ محمد بن عبد الوهاب، كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب وشرحه فتح المجيد للشيخ عبد الرحمن بن حسن، أو تيسير العزيز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب، وكذلك ثلاثة الأصول الشيخ محمد بن عبد الوهاب، كذلك كشف الشبهات الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وأذكر لك أيضا تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد للشيخ الإمام محمد بن إسماعيل الصنعاني. نعم. كذلك الدر النضيد في إخلاص التوحيد للشيخ الإمام محمد بن علي الشوكاني. وأذكر لك أيضا كتابا شاملا لأبواب العقيدة، وهو عقيدة الإمام الطحاوي وشرحها للعز ابن أبي العز الحنفي. عقيدة الطحاوية وشرحها من أوسع كتب العقائد وأشملها وأحسنها. نعم. جزاكم الله كل خير. هذه الرسالة من المستمعة انتصار محمد مرغني من السودان بور سودان، تقول: كانت لسيدة بنت تتمتع بصحة تامة، وفجأة مرضت هذه البنت مرضا شديدا، فنذرت أمها إن كتب الله لابنتها الحياة أن تصلي ركعتين لوجه الله تعالى بعد كل فريضة من فروض الصلاة الخمسة مدى الحياة، وكان أن كتب الله لابنتها الشفاء والحياة. ووفت الأم بنذرها، ثم مرضت البنت مرة أخرى وانتقلت إلى رحمة الله. والسؤال هو: هل تستمر الأم في الوفاء بنذرها أم أن النذر انتهى بموت البنت، علما بأن الأم ما زالت تواصل الوفاء بنذرها باعتباره تطوعا و
صدقة لروح ابنتها المتوفى. الظاهر لي أن قصدها من النذر بقاء بنتها على قيد الحياة. نعم. ولما شفيت من المرض الأول لزمها أن توفي بنذرها مدة حياة بنتها، لأنها نذرت أن تطيع الله عز وجل، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه. أما لما مرضت وماتت فالذي يظهر لي أنها لا تستمر في النذر، لأنها قصدت بنذرها بقاء بنتها على قيد الحياة ولم تبقى، انتهى أمد النذر فيما أرى. فيما أرى أن أمد النذر انتهى، إلا إذا كانت قصدت أنها تواصل الصلاة المنذورة ولو ماتت بمرض آخر، فإنه يجب عليها المواصلة إذا كانت قصدت هذا. نعم. مستمع عين كاف ميم، مصري مقيم بالعراق، يقول: اقترضت من أحد الأصدقاء مبلغ 100 جنيه على أن أوفيه بعد سنة 150، وحينما حان وقت الوفاء حاولت إعطائه 100 فقط، ولكنه أصر على أخذ زيادة قدرها 50 جنيها مقابل التأجيل، فما الحكم في هذه الزيادة؟ وإن كان هذا من قبيل الربا فهل علي أنا إثم، وكيف أتخلص من ذلك، علما أن تلك النقود التي اقترضتها منه قد اختلط مع مالي، فماذا علي أن أفعل؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى حرم الربا وشدد الوعيد فيه، قال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إلى أن قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا له صور وأنواع، ومن أنواعه هذا الذي ذكرت في هذا السؤال، وهو القرض بالفائدة، لأن القرض الشرعي هو القرض الحسن الذي تقرض به أخاك لينتفع بالقرض ثم يرد عليك بدله من غير زيادة ولا نقص، غير زيادة مشترطة ولا نقص، هذا هو القرض الحسن. أما القرض الذي يجر نفعا أو القرض الذي يقصد من ورائه الزيادة الربوية، فهذا حرام بإجماع المسلمين، حرام بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين وعلى فاعله الوعيد الشديد. فالواجب هو رد مثل المبلغ الذي اقترضته، أما الزيادة التي شرطها عليك وأخذها منك فهي حرام وربا، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه، فلعن صلى الله عليه وسلم من أكل الربا ومن أعانه على أكله من هؤلاء. فهذا الذي فعلتموه حرام وكبيرة من كبائر الذنوب، وعليكم التوبة إلى الله سبحانه وتعالى، وعليه هو أن يرد عليك هذه الزيادة التي أخذها منك لأنها لا تحل له، وأنت فعلت محرما بإعطائه الزيادة، وكان الواجب عليك أن تمتنع من إعطائه الزيادة، وإذا أصر أن ترفع أمره إلى الحاكم المسلم ليردعه عن جريمته. فهذا الذي أقدمتما عليه هو صريح الربا، فعليكم جميعا التوبة إلى الله سبحانه وتعالى وعدم الرجوع إلى هذا التعامل، وعلى الآخر أن يرد الزيادة التي أخذها، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. هذه رسالة من المستمع محمد عبد الرحمن الغامدي، ضمنها سؤالين. السؤال الأول يقول: إذا سافرت خارج بلدي وأقمت واستقريت في إحدى المدن خارج مدينتي والتي تبعد عنها بمسافة قصر، ثم أردت زيارة منطقتي الأصلية لمدة قصيرة قد لا تتجاوز 4 أيام، فهل يجوز لي قصر الصلاة خلال إقامتي في بلدي الأصلي هذه المدة القصيرة والتي أنوي السفر بعدها إلى حيث أسكن وأعمل خارجها؟ إذا سافرت من بلدك إلى بلد آخر واستوطنته واستقررت فيه، نعم، استيطانا دائما، و تركت بلدك تركا نهائيا، ثم قدر أنك سافرت من محل إقامتك واستيطانك إلى بلدك الأصلي لا لأجل الرجوع والاستقرار فيه، وإنما لغرض من الأغراض ومررت به عابرا في سفرك، هذا فيه تفصيل. إن كان فيه زوجة لك، كان فيه زوجة لك مستقرة، فإنه يجب عليك الإتمام.
لأنك حينئذ تكون من أهل هذا البلد لوجود زوجتك المستقرة والساكنة فيه. أما إذا لم يكن لك فيه زوجة وليس لك فيه أهل وإنما مررت به عابرا ثم ترجع إلى محل إقامتك واستقرارك فإنك تقصر الصلاة لأن لك حكم المسافرين، إلا إذا نويت إقامة تزيد على 4 أيام فإنه يجب عليك الإتمام أيضا لأنك تأخذ حكم المقيمين. الله تعالى أعلم. لو لم يكن خروجه من هذا البلد خروجا نهائيا، إذا كان وربما يعني بقي له بعض الأملاك أو بعض البيوت والأقارب أيضا يزورهم ربما في السنة مرة أو مرتين، فهل إقامته في حدود 4 أيام تعطيه حكم المسافر أو حكم المقيم؟ إذا كان له أهل في هذا البلد، له زوجة، زوجة ليس له زوجة، أو هو لم ينتقل من هذا البلد انتقالا نهائيا وإنما ذهب إلى غيره ذهابا عارضا لعمل من الأعمال ثم يرجع إلى موطنه واستقراره، هذا البلد هو محل إقامته فليس له أن يقصر فيه، لكن هو يذكر أنه رحل منه رحيلا نهائيا واستقر في موطن آخر فصار ذلك البلد الآخر هو بلد إقامته. نعم. أما إذا كان بالعكس موطن إقامته هو موطنه الأصلي وإنما ذهب إلى غيره لأجل عمل من الأعمال مؤقت ثم يرجع إلى بلده، هذا لا يعتبر لا يعتبر مسافرا إذا جاء في بلده. نعم. السؤال الثاني يقول: إذا كنت في سفر مسافة قصر وحين عودتي إلى حيث أقيم وقبل وصولي بحوالي 10 أو 20 كيلو متر حان وقت صلاة رباعية، فهل يجوز لي القصر والجمع أم القصر فقط أم لا يجوز شيء منهما؟ أما القصر فيجوز لأنه لم ينتهي السفر، ما دمت لم تدخل البلد الذي سافرت منه فإنك لا تزال في سفر حتى تدخل في بلدك. نعم. سواء بقي 20 كيلو أو أكثر أو أقل، حتى لو كنت أدرك وقت تلك الصلاة فلك القصر ما دمت خارج البلد وما دمت في طريقك من السفر. أما الجمع فلا داعي له، بل تصلي الصلاة الحاضرة وتقصرها والصلاة الآتية تتركها في وقتها إذا وصلت. نعم. أقول بالنسبة للقصر أقصر حتى لو كنت سأدرك وقت تلك الصلاة في المدينة؟ نعم، إذا دخل عليك الوقت. نعم. وأنت ما زلت طريق في السفر وفي الطريق فإنك تقصر، لأن أحكام تقصر وتفطر في رمضان لأن أحكام السفر ما زالت إلى أن تدخل في البلد الذي تريد الاستقرار فيه. بارك الله فيكم. المستمع حسن عبد الله نمر سوداني مقيم بالطائف بعث بسؤالين، يقول في سؤاله الأول: ما مدى صحة الحديث القائل المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف؟ وإن كان صحيحا فما معناه؟ وفي أي شيء تكون القوة؟ أولا الحديث صحيح، رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. ومعناه أن المؤمن القوي في إيمانه والقوي في بدنه وعمله خير من المؤمن الضعيف في إيمانه أو الضعيف في عمله وبدنه، لأن المؤمن القوي ينتج ويعمل للمسلمين وينتفع المسلمون بقوته البدنية وبقوته الإيمانية وبقوته العملية، ينتفعون من ذلك نفعا عظيما بالجهاد في سبيل الله وفي تحقيق مصالح المسلمين وفي الدفاع عن الإسلام والمسلمين وإذلال الأعداء والوقوف في وجوههم، وهذا ما لا يملكه المؤمن الضعيف، فمن هذا الوجه كان المؤمن القوي خيرا من المؤمن الضعيف، وفي كل خير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فالإيمان كله خير، المؤمن الضعيف فيه خير، ولكن المؤمن القوي أكثر خيرا منه لنفسه ولدينه ولإخوانه المسلمين، فهذا فيه الحث على القوة، ودين الإسلام هو دين القوة ودين العزة ودين الرفعة دائما وأبدا، يطلب من المسلمين القوة. قال الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فالقوة مطلوبة في الإسلام، القوة في الإيمان والعقيدة والقوة في العمل والقوة في الأبدان، لأن هذا ينتج خيرا للمسلمين. نعم. السؤال الثاني يقول: ما معنى قوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد؟ وما المقصود بإرم؟ هذه
القبيلة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى هي من الأمم الكافرة العاتية التي اغترت بقوتها وجبروتها، لأن الله أعطاها من القوة البدنية وقوة الحضارة والملك ما اغترت به وطغت بسببه. نعم. قال تعالى: فأما عاد فاستكبروا في الأرض وقالوا من أشد منا قوة أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. لأنهم لما جاءهم نبي الله هود عليه السلام ودعاهم إلى توحيد الله وعبادته تكبروا وتجبروا واغتروا بقوتهم. قد ذكر الله قصتهم في مواضع كثيرة من كتابه، ومن ذلك هذا الموضع من سورة الفجر: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. قال الإمام ابن كثير رحمه الله: وهؤلاء كانوا متمردين عتاة جبارين خارجين عن طاعته مكذبين لرسله جاحدين لكتبه. فذكر تعالى كيف أهلكهم ودمرهم وجعلهم أحاديث وعبرا، فقال: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. وهؤلاء عاد الأولى، وهم ولد عاد ابن إرم ابن عوص ابن سام ابن نوح. قال ابن إسحاق: وهم الذين بعث الله فيهم رسولا هودا عليه السلام فكذبوه وخالفوه فأنجاه الله من بين أظهرهم ومن آمن معه منهم وأهلكهم بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية. وقد ذكر الله قصتهم في القرآن في غير ما موضع ليعتبر بمصرعهم المؤمنون، فقوله تعالى إرم ذات العماد عطف بيان وزيادة تعريف بهم. قوله تعالى ذات العماد لأنهم كانوا يسكنون بيوت الشعر التي ترفع بالأعمدة الشداد، قد كانوا أشد الناس في زمانهم خلقة وأقواهم بطشا، ولهذا ذكرهم هود بتلك النعمة وأرشدهم إلى أن يستعملوها في طاعة ربهم الذي خلقهم، فقال: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. انتهى كلامه رحمه الله، وبه يتبين المراد بقوله تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. والله أعلم.